علاقة بين الأمراض الموجودة حالياً بما فيها الفشل الكلوي أو الأمراض الجهاز التنفسي أو ارتفاع مستوى السرطانات والأورام السرطانية وأمراض اللوكيميا، كلها مرتبطة بعوامل، منها عوامل جينية ومنها عوامل من أثر الاستخراجات النفطية. ما ننكر هذا الشيء، ارتفاع مستوى الإصابة بالسرطان أو كل أنواع الأمراض تختلف نسبتها من محافظة البصرة عن المحافظات البقية الغير منتجة للنفط، وهذا مؤشر يكون واضح أن هنالك ارتباط واضح بدون أن نصل إلى دراسة معينة أو بحث معين. ممكن تتبع الأثر بارتفاع نسبة الإصابات بالأورام السرطانية أو الأمراض السرطانية بأنواعها ومن محافظة إلى محافظة، ومحافظة البصرة تشهد حاليا إصابات كثيرة في هذه الأمراض. التقليل من الملوثات في المنشآت النفطية يجب أن تنبأ بشكل أساسي من التصميم الأساسي لهذه المنشآت النفطية، وليس فقط بعد إطلاق الملوثات الغازية التي تعاني منها البصرة. في العراق كان يحرق تقريبا 50% من إنتاج الغاز المصاحب في الجو، واليوم بدأنا نلاحظ انخفاض هذه النسبة إلى 38% بعد أن تمكن من استثمار 62% من عمليات إنتاج الغاز.